في أغسطس 2020 كانت هناك عائلة يهودية مشتتة، نصفها يقبع في اليمن والآخر يسكن بريطانيا، فقام صاحب القلب الحنون بجمع شملهم في الإمارات. أعطى أوامره فورا أنه لا بد أن يجتمع الشمل. هذه عائلة يمنية يهودية شتتتها الظروف قبل 15 عاما وجمعتها اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها. جهد إنساني بذلته دولة الإمارات للم شتات العائلة. تثني هذه العائلة اليمنية على الدور الكبير الذي لعبته الإمارات. على الضفة الأخرى، أحمد الشيبة النعيمي كاتب وإعلامي إماراتي حاصل على ماجستير علم النفس التربوي التطبيقي من جامعة نورث إسترن ببوسطن الأمريكي. أحمد الشيبة ناشط ومعارض إماراتي موجود بالخارج، طبعا معروفة دي لا تحتاج لتوضيح. أجبر على الخروج قهرا وكرها قبل 9 سنوات. أحمد أطلق اليوم واسم ابن محمد ليعبر فيه عن افتقاده لابنه واللي بيعاني من الشلل الدماغي بعد أن قامت السلطات الإماراتية بمنع ابنه من السفر لإجبار أبوه أحمد على العودة للإمارات حتى يستطيع اعتقاله. هكذا هو الموضوع بمنتهى البساطة والوقاحة في آن واحد. أحمد بقاله 9 سنين ما شافش ابنه ولا ابنه شافه. خرج الكاتب والإعلام الإماراتي ولم يتخيل، خرج من 9 سنوات لم يتخيل أن الغيبة ستطول، لكنها طالت ولا راد لقضاء الله. فأم الإمارات اللي فيها وزارة التسامح ووزارة السعادة وفيها ابن زايد بيدي الأوامر بجمع شمل الأسرة اليهودية، أم الإمارات تتحفظ على الابن المصاب بالشلل الدماغي لتجبر أبوه على العودة لتقبض عليه في إمارات السعادة. ابنه بيعيش مع جدته في الإمارات، ولك أن تتخيل هذا الحمل الذي يقع على عاتق جدة حفيدها مصاب بشلل دماغي، هذا النوع من المرض الذي يحتاج لعناية صحية خاصة جدا. قال وزارة التسامح والسعادة، قال في أشباه الدول كل تلك لافتات وعناوين كاذبة وخادعة لا تساوي الحبر التي كتبت به. لا أحد يستطيع أن يرفع رأسه وإلا قطعت، لا أحد يستطيع أن يتذمر أو يساند أو يتعاطف داخل سجن الإمارات الكبير، زيه زي سجن السعودية الكبير وسجن مصر الكبير. لا أعلم كيف تتخيل تلك السجون الكبيرة المسماة تجاوزا بالدول، كيف تتخيل أنها يمكن أن تنطلق أو تتقدم أو تلحق بأي ركب إلا لحاقا كاذبا خادعا. أما والله إن الظلم شؤم، ولا زال المسيء هو الظلوم. إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم. ستنقطع اللذاذة عن أناس من الدنيا وتنقطع الهموم. لأمر ما تصرفت الليالي، لأمر ما تحركت النجوم. سل الأيام عن أمم تقضت، ستخبرك المعالم والرسوم. تروم الخلد في دار المنايا، فكم قد رام مثلك ما تروم. لهوت عن الفناء وأنت تفنى، فما شيء من الدنيا يدوم. الله غالب.